يحيوي ايمان. يحيوي ايمان من هذا المنبر نقول لك مبروك عليك من ولايه شلف، تراك تمثل اليوم بنت اختك اللي ربحت معنا صالون كوكياج 5 بلاص. واش تقولنا؟ الحمد لله ربي، نشكر اثاث الثقه، هو اسم على مسمى اثاث الثقه، نشكر الله سبحانه، نشكركم انتم فان فائز معنا بلا شومبر سيران وغارب الله وعلا. الله يعطيكم الصحه، يعني صراحه حاجه مليحه درتوها بيا، والله ما كنت متوقع، يعني صراحه ما قدرتش نستوعب، قلت بالك ماشي صح. نقول لك تراك فائز بلا شومبر كما يقول لك بها بالباك، ونزيدو نجيبوها لك حتى للدار ونزيدو نركبوها لك. عندنا فائزين كل اسبوع على الطابل دي كويزين بها باللوازم تاعها. كانت ربحت اختي ربحت من جيجل وهدتها لي، قالت لهم عيطت لهم قالت لهم نهديها لخويا راهي في الدار غادي تشوفوا لي فوتوره مي فوتو كلش كناس ما شاء الله وتجاره مباركه ان شاء الله. خونا رفيق خزران من قرايا اللي ربح معانا طاب دو كويزين في الكرشيس، خويا راك فرحان؟ الحمد لله انا فرحان. الحمد لله بصحه بارك الله فيك. والله ما كنتش نتسنى فيها لا بيدي، كنت كاع داير في بالي اول مره الحمد لله كيسمات اسمي فرحت شفتها في لافوتو في لافيديو كيما درتو هذه هي اكزاكتو حاجه الحمد لله. هذا الثقه دات لكم لسانو ماروكا هذا مكراش عبد الرؤوف من ولايه بازا. واش شفت بعينك لحقك خويا؟ اسمه يبارك ربي يحفظكم. رانا لحقنا الامانه الملاهه. شوفوا رانا في فوردلو تحديدا عند منزل خونا كارا اللي تحصل معنا على ارجنتري دو كوان. هذا هو خونا اللي فاز معنا لحقت يعني ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. واش رايك في هذا الثقه؟ الله يبارك ربي يحفظك. يعني تخليكم بارك الله فيك ربي يخلفك. كما راكم تشوفوا خوتنا رانا وصلنا الى منزل لوناس رانيا. يعني انا استدرت على ربي سيد قلت هاي جات اوكازيون سيو زارنا الحمد لله يا ربي. نقراو الاسم صحيح، شو الاسم صحيح اللي بالعباس؟ الله يفتح عليكم. الجائزة الأولى هذه لاشوبلي مخدومة أون بوا روج، الهدية الثانية صالون 7 بلاص. شوفوا هدية ثالثة هي طابل صالون مونجي اللي متكونة من 6 كراسي، راهي فيها طابلة سبيسيال راكم تشوفوا. خويتنا مرحبا بكم في محل أثاث ثقة، وأثاث ثقة دائما جديد. حبيت نشرح لكم كيفاش تقدر تربح مع أثاث ثقة كل أسبوع هدية. ألف مبروك على الأخت سيرينا جابي اللي استفادت معانا وخيرت عيطت لنا في البث المباشر وقالت لنا ندي هذه. قلنا لكم السحب في الانستغرام وربحت معانا الاخت زينب سيد 6. الور واش ربحت معانا؟ ربحت معانا هذا الطقم كما راكم تشوفوا فيه بسم الله ما شاء الله. ربحت معانا بيان سير هذه هي تاع واش؟ الله اعلم تاع الحنة. وربحت معانا هذا لو بوكس. سحب مول خويا ربي يبارك، وحبينا نباركوا الاخت ليون ليلي ربحت معنا وكانت تتابع معنا في البث المباشر هذا طابلو باس توجور مع السحب في اثاث الثقه دائما راك رابح. ما كان دار خونا محمد اللي استفادوا معنا بهديه الاسبوع. يعطيكم الصحه، الجائزه هذه جوده تستحق الثقه. حكيم ديروش من تيبازا الله يبارك خويا، حبيت نقول لك بالبركه عليك راك ربحت لو صالون ايجيبسيان. الحمد لله لحقت السلعه، لحقت لنا السلعه وكيماش يعني الكادو اللي شفتو نتايا لحقك. والله هذاك هو صح. وفي اقل من 24 ساعه الله يبارك خاوتنا اثاث ثقه كانت عند الوعد تاعها، شاركت معكم وربحت مع اثاث ثقه بارك الله فيكم. زورنا كيما قلت لي زورنا ان شاء الله في اقرب وقت. وثالث هديه في هذا الشهر الله يبارك، نباركوا لخوتنا حرحار حنان من ولايه تيبازا. الحق لي كيما شفتوا بالديطاي كاع من الالزات حقيقه 100%، اسم على مسمى اثاث الثقه كلهم ثقه هكذا.